يلا يا بنت بقى شهيلي يا بنت، بطلي شقاوة بقى. نخلص ونطلع على الميرلاند. عرفة ساحرة المستديرة غيداء. ايه ده؟ هتاخد كام دي يا جميل؟ تاخد كام ايه؟ غيداء دي جدعة، ديتها بس هنعزمها على الغيداء. ده بس جميل فهمك هتعملي ايه؟ افهمني، هدخل الفندق واروح على مكتب وسيمة استنى جوه، واول ما يدخل اصوت والم عليه الناس واقول متحرش. بص انا عايزاك تصوتي باعلى صوت عندك وتسيبي الباب مفتوح عشان اكبر عدد من الموظفين يحضروا الفضيحه، اوكي؟ وما تخافيش انا هدخلك على طول وهنقذك منه، ما تقلقيش. ها ولو اتاخرتي؟ مش مهم، ادينا بس اشاره قبل الانفجار. بس انا عايز كل الكلام ده يحصل بسرعه عشان كل اللي قدامنا ربع ساعه. الربع ساعه بتاعتك اهي معايا. ربع ساعه؟ هاتها جميل مش وقته. طب يا جماعه خش، انا امن المكان وهديكوا اشاره تيجوا على طول. ها يلا بسرعه. انا عايزك ما تقلقش من اي حاجه. ايوه رجب، بقول لك ايه، عاوزك تشيك لي على كل كاميرات المراقبه اللي موجوده في الفندق. يا نهار اسود ومنيل، كاميرات ايه يا بسيوني؟ ما كده هنتفضح ويشوفونا. لا ما تقلقش. بقول لك يا رجب، اسحب لي فيش الكاميرات وحط فيش الشحن بتاعي. ايه ده؟ مالت هنعمل ايه؟ طب بس عشان الاسراء بعتت الاشاره اهي، ركزوا عشان هخش اصور دلوقتي، عايزين كل ده يحصل بسرعه عشان كل اللي قدامنا ربع فين الربع ساعه؟ ربع ساعه اهي. ايه اللي جابها في ايدك؟ خدتها ازاي؟ يلا. زي ما فهمتك، ها؟ ياك اتأثري رقبتي قدام مظبوط بيه، ها؟ وزي ما اتفقنا، شوق ولا تتوه؟ من عناي. ايه ده؟ انتوا مين؟ ودخلتوا هنا ازاي؟ احنا مين ايه؟ ما دي البت اللي اتفقنا معاها بره. اسراء. اسراء؟ اسمي ميسز اسراء، المدير العام هنا للاوتيل. يا رجب! رجب! ايوه يا ابله، في حاجة؟ ايه الأشكال دي؟ دخلوا هنا ازاي؟ أشكال؟ دول أشكال؟ امال انا بقى ايه؟ لا دول مش اشكال، دول حلوين قوي. سيبيني اخدهم، انا امي هتفرح بيهم قوي. امك؟ رجب. ايوه روح لامك يا رجب. حاضر. لو النبي يا اسراء، مش وقت الهبل ده، انت بتمثلي على مين؟ ما كلنا مع بعض، خلينا ننجز المهمه. مستر بسيوني، طلع الناس دي بره حالا. ايه؟ ازاي بس يا مسز اسراء؟ ازاي؟ انا هعرفك ازاي بعدين. يا جميل. ايوه. طلع الناس دي حالا والا هيتخصم لك جامد وهتزعل. يلا يا زباله يا قاع المدينه يا كلاس سي. انت مجنون يا جميل، انت التاني. يابا غورنا من هنا، احنا في الهم ده بقالنا سنه. قول لها يا جميل ان احنا بنعمل مهمة. انت هتعالجها دلوقتي؟ ما كنا عالجناها من زمان. يلا يا حبيبي التوهية من ايه؟ يلا ايه انتوا مجانين؟ انتوا هتخرجوني انا بره وسايبين اللي بينظف الطبنجه هناك ده؟ يلا يا حبيبي، يلا مع السلامه، يلا بره. بسيوني، نبقى نركز في شغلنا بعد كده. هنعمل ايه يا جميل؟ ما كده لازم نشوف خطه بديله. البت دي هتضيعنا، نسرين كان عندها حق، دي شغاله واسطه عشان جوزها صاحب اللعبه، ده اللي جوه دي ملطه اكتر من بسيوني. ايه يا جماعه؟ ما دخلتوش ليه لغايه دلوقتي؟ انا بقالي ساعه مستنياكوا. ايه؟ انتوا بتنحين كده ليه؟ يلا مفيش زفت وقت. يلا يلا مفيش زفت وقت. يلا دي ساعتي برضو، خليها معاك يا جميل، خدها. يلا غداء. يلا يا قلبي. اطلعوا بره يا بهايم، انت دخلت ايه ازاي؟ الامن. يلا بره يا بنت المجنونه. يلا بره. اخلص، اسراء دي اشرف منك.